السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. جايب لكم النهاردة ماس جينر، تقريبا هو الفريد من نوعه. ليه الفريد من نوعه؟ لأن لما هندخل على المكونات بتاعته هتلاقي ان هو تقريبا يا اما مالتي فيتامين يا اما ماس جينر، مستحيل يبقى الاتنين مع بعض. ليه؟ لأنه بيحتوي على عشبة الأشواجندا وعشبة التريبولس. المكمل اسمه اتوم ماس جينر او ايتوم ماس جينر، ايا كان هو انتاج شركه هنديه اسمها ميديزن لابس برايفت. المكمل ده بالذات ليه بقول فريد من نوعه؟ لانه مش بيعتمد على كثره نسبه البروتين في المكمل، بيعتمد على تكنولوجيا واخده براءه اختراع وواخده شهادات كتير جدا جدا بالجوده، ان هو بيعلي لك في نسبة الفيتامينات وفي نسبة الأحماض الأمينية اللي موجودة في المكمل بنسبة كبيرة جدا جدا، والكربوهيدرات، وبيديك دهون قليلة وبرضه نسبة بروتين معتدلة. بس هما يعني مقومين المكمل كله على تكنولوجيا انه هو يبقى في ارتفاع للأنسولين علشان يبقى أقصى استفادة للعضلات وأسرع استفادة للعضلات. المكمل كمان بيحتوي على اتنين نوعين من البروتين، نوع الكازين ونوع مصل اللبن. المهم عشان مطولش عليكم، زي ما احنا متعودين بندخل نشوف مكونات المكمل ايه، فوائده واضراره وطريقه استخدامه، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل. المكونات اللي هنقولها دلوقتي هي مكونات الجرعه اليوميه اللي هقول لك هتستخدمها ازاي اخر الفيديو. المكونات دلوقتي عباره عن 2 سكوب بوزن 80 جرام، يعني السكوب ب 40 جرام. اللي احنا هنقوله ده مكونات الجرعه اليوميه اللي هتدخل جسمك باذن الله. فيها ايه؟ فيها 315 سعر حراري و3 جرام من الدهون فقط، 12 جرام من البروتين و1 جرام الياف و60 جرام من الكربوهيدرات. دي اهم مكونات السكوب. ايه ده بقى؟ امال فين المعادن؟ اتقل. هقول لك انا دلوقتي بقى داخلين كده على مكونات دعم الطاقه، هما كاتبين كده على العلبه. الجرعه اليوميه فيها 100 مللي بي سي اي اي اللي هي الاحماض الامينيه اللي حضرتك بتحتاجها علشان تعمل استشفاء عضلي على مدار اليوم. هما 100 مللي فيهم 375 مللي جرام من الجلوتامين، والجلوتامين احنا طبعا اتكلمنا عنه كتير جدا جدا، ولو عايزين ان انا اتكلم عنه في فيديو لوحده يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. في تقريبا 6 مللي جرام من عشبه التريبولوس. عشبة التريبولوس دي اصلا بتلاقيها دايما في محفزات التستوستيرون، لان العشبة دي اساسا هي محفزة وعلاج قوي لهرمونات الذكورة، او يعني اللي رب يشفيه وعافيه بيبقى عنده نقص في الهرمونات او هرموناته مش متعدلة. كل الكلام ده كله العشبة دي بتعالجه، ده ناهيك طبعا ان هي بتحافظ لك على الجهاز العصبي، وكمان بتديك طاقه وحيويه ونشاط قوي جدا جدا جدا. وفي كمان 6 مللي جرام من الاشواجندا، وهقول لك بس من يعني اهم كده نبذه عن الاشواجندا. الاشواجندا هي بتحافظ او بتدعم وظيفه الدماغ بصوره كبيره جدا جدا، بتخلي الدماغ ووظائف المخ والدماغ كلها شغاله باعلى كفاءه. ومش بس كده، ده كمان بتمنع ارتفاع هرمون الكورتيزول في جسمك اللي هو بينتج اصلا عن الاجهاد القوي. عشان كده بنقول ما تطولش عن ساعة الا ربع في التمرين او في الجيم عموما، علشان هرمون الكورتيزول بيبتدي يعلى. الاشواجندا بتحد بقى من الموضوع ده خالص. مش بس كده، ده اللي بيرفع هرمون الكورتيزول، اللي بيرفع كمان هرمون الكورتيزول الزعل الكتير او النفسية اللي بتبقى مش كويسة. طبعا طول ما في زعل، طول ما في زياده في الوزن، والهرمون الكورتيزول ده بيزيد في جسمك بصوره كبيره جدا. ندخل بقى على الفيتامينات اللي موجوده في المكمل. في 600 ميكرو جرام من فيتامين الف، و40 مللي جرام من فيتامين سي، في 400 وحده دوليه من فيتامين د، 10 مللي جرام من فيتامين اي، 1.5 مللي جرام تقريبا من الريبوفلافين، في 16 مللي جرام من النياسين، وفيهم كمان 30 ميكرو جرام من البيوتين، وفيهم كمان 50 مللي جرام من الكالسيوم، و40 مللي جرام من الفوسفور، 10 مللي جرام مغنيسيوم، 6 مللي جرام من الزنك، 25 ميكرو جرام من السيلينيوم، 50 ميكرو جرام من الكروميوم. دي تقريبا اهم الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في جرعتك اليوميه. الموضوع كبير وكتير، فاحنا لمينا يعني ايه اهم المكونات اللي موجوده في الجرعه اليوميه، اللي هي مثلا زي فيتامين د، الكالسيوم، المغنيسيوم، كل الكلام ده مهم بالنسبه لي، واهم حاجه للاعب كمال الاجسام الزنك. تمام كده؟ طيب
ايه بقى اهم فوائد المكمل ده؟ من اهم فوائد المكمل ده ان هو بيحتوي على نوعين بروتين. ايه هما بقى؟ الكازين ومصل اللبن. طيب ليه بيحتوي على نوعين البروتين دول؟ الشركة بتقول ان هي بتعتمد على نوعين البروتين دول علشان يبقى فيه جزء بيغذي العضلات بسرعة جدا جدا بعد التمرين، والجزء الثاني يضمن ان هو بيتهضم على مدار اليوم علشان يعزز دعم التعافي والاستشفاء العضلي على مدار اليوم علشان تلاقي ضخامة اكتر واسرع. احنا لسه متكلمين عن كازين بروتين، وده طبعا من اهم فوائده، قلنا ان هو بيبني عضلات قوية وفي وقت كمان سريع. ليه؟ لانه دايما على مدار اليوم بتتغذى في بروتينات، فلازم هتلاقي ضخامة باذن الله. طبعا المكمل بيحتوي على انزيمات بتحسن الهضم، يعني ما تقلقش خالص، انسى قصة العسر الهضمي دي خالص، شيلها من دماغك، ولا بقى حساسية من اللاكتوز ولا جلوتين ولا الكلام ده كله، برضو انسى، مناسب للي عندهم حساسية من اللاكتوز. وزي ما قلنا ان المكمل حاصل على براءة اختراع وجودة من كذا جهة، تمام كده؟ يعني كل الجهات المسؤولة قالت ان المكمل ده فعلا قوي وفعلا ذو جودة عالية جدا جدا. زي ما قلنا ان المكمل بيقوم على تغذية الجسم بالكربوهيدرات، بيعلي نسبة الانسولين، وكمان علشان نسبة الانسولين ترتفع علشان الاحماض الامينية تدخل سريعا للعضلات ويحصل استشفاء سريع جدا. اثبتت الدراسات اللي اتعملت على المكمل ده، اثبتت ان الاختلاط بين الكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات والاحماض الامينية، لو الاتنين يعني في بالانس بينهم كده معين، لو اتظبطت هتعمل نتائج اكبر من ان البروتين يبقى عالي في المكمل. دي كلها دراسات اثبتت الكلام ده كله. خلاص المكمل عامل نجاح جبار، وخصوصا الفترة دي. المكمل مش جديد، ما يعتبرش جديد يعني، بس الباتش اللي احنا بنتكلم عنه ده او الاصدار اللي بنتكلم عنه ده هو احدث اصدار للمكمل. المكمل فعلا عامل نتائج جبارة، خصوصا بقى ان اهم ميزة في المكمل ده انه سعره كويس يعني مقارنة بالمكملات التانية، وخصوصا بقى الفيتامينات والاحماض اللي موجودة. يعني انت لو جيت تجيب مالتي فيتامين بالسعر ده، انت هتزود شوية كمان وتجيب ماس جينر. المكمل بس كان ناقصه شوية كرياتين مش اكتر، بس مكمل فعلا عامل نتائج جميلة جدا جدا. وياريت لو حد بيتفرج على الفيديو وجرب المكمل ده ما يبخلش علينا بتعليق عشان نستفاد واخواته يستفادوا. وزي ما قلنا طبعا من اهم فوائده ان المكمل بيحتوي على الكازين والايزوليت، اللي هما علشان الشركة تضمن ان عضلاتك وجسمك بيتعافوا على مدار الساعة على مدار اليوم. ده ناهيك طبعا عن التريبولوس والجلوتامين والاحماض الامينية والفيتامينات والمعادن، ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا، يعني هتعلي اكسيد النيتريك في جسمك، وده بيعزز التعافي والاستشفاء بسرعة كبيرة جدا 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 فوق ما انت ما تتخيل. الاستشفاء عندك هيفوق اي حد بيستخدم ماس جينر تاني. طبعا المكمل كمان في نسبة دهون قليلة. المكمل ما سمعتش ان هو فيه سكر. المكمل ما فيهوش سكر اصلا. المكمل حتى لو فيه سكر هيبقى من البروتين او يعني حاجة طفيفة خالص، بس مش مكتوب في اي مكونات على العلبة ان هو بيحتوي على سكر مضاف ولا سكر عادي اصلا. وده بيضمن لك ان انت هتحصل على عضلات صافية 100%. المكمل كمان مش قايم على ان هو يجوعك، هو كده كده الكربوهيدرات هيرفع الانسولين، بس الاحماض الامينية والفيتامينات والمكونات اللي احنا قلناها دلوقتي دي، كل المكونات دي هتعمل على ان جسمك يبقى في اقصى حالة ليه من الاستشفاء والضخامة والتغذية والهدوء النفسي. ليه؟ لان اصلا الاشواجندا لوحدها دي قصة تانية، برضو لو عايزين ان انا نتكلم عنها ياريت تكتبولي في التعليقات. 12 جرام بروتين في 80 جرام جرعة اليومية، اي نعم قليلة، بس المكمل مش كارب صرف. لا، المكملات الكارب اغلبيتها ما بيبقاش فيها الفيتامينات والمعادن دي. احنا قلنا ان المكمل قايم بتكنولوجيا خاصة بيه، هو اول مرة تنفرد بيها الشركة دي. الشركة دي انفردت بالطريقة دي بالذات. طبعا كلما ازدادت المنافسة زي ما انا بقول لكم بين الشركات بتاعت المكملات الغذائية،
هتلاقي ان احنا دايما هنستفاد باذن الله بحاجات كويسه ودراسات حديثه ودراسات جديده. المهم عشان ما اطولش عليكم، اضرار المكمل ده، المكمل ده ملهوش اي اضرار تماما، ما حدش اشتكى منه اطلاقا، ولا اللي عنده حساسيه من اللاكتوز ولا الجلوتين ولا اي حاجه، محدش حس بعسر هضمي ولا مغص. بس المكمل طبعا ما يستخدموش اقل من 18 سنة، وبرضو حوامل ومرضعات ما يستخدموش حاجة زي كده اطلاقا. افضل طريقة لاستخدام مكمل اتوم ماس جينر، هتستخدم منه 2 سكوب. السكوب الاول بوزن 40 جرام على حليب خالي الدسم، الشركة هي اللي قايله كده، هتستخدمه على حليب خالي الدسم مع الفطار. والسكوب التاني اللي هو بوزن 40 جرام بعد التمرين مباشرة على مية فقط لا غير. خلاص كده. طيب لو انت بريك من التمرين، الشركة بتقولك برضو تستخدم الـ2 سكوب، واحد مع الفطار واحد مع الغداء، او الـ2 مع الفطار زي ما تحب. بس انا بقولك الاحسن اقسمهم، اقسم 40 جرام مع الفطار على حليب خالي الدسم، واقسم الـ40 التانية بعد الغداء على حليب برضو خالي الدسم. وبس كده، ده تقريبا كان كل حاجة عن مكمل اتوم ماس جينر، انتاج شركة ميديزن لابز برايفت، شركة هندية عاملة مكمل قوي جدا بمعنى الكلمة. ما تنساش تقولي ايه رأيك في المكمل، وما تنساش تدوس لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبرضه ما تنساش تقولي عايز اصور ايه المرة اللي جاية، او اتكلم عن مكمل ايه، ويا رب اكون فدتكم في الموضوع ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.